جبل طارق لاتفيا، سألنا كيفاش التصفيات القارة الأوروبية المؤهلة لكأس العالم الجولة العاشرة وين كانت المباراة، سألنا كيفاش كانت مباراة اللي تلعبت يعني على جزيئات أمام زوج منتخبات يعني نقولوا باللي المستوى تاعهم يعني حسب الإمكانيات تاعهم حسب المستوى تاع اللاعبين تاعهم يعني وين كانت مباراة، رغم ذلك كانت مباراة شيقة، مباراة اللي شاهدنا فيها أهداف، شاهدنا فيها لعب جميل، شاهدنا يعني خطط مدربين يعني وين صبحت الكرة القدم يعني وين المدرب هو اللي يفوز بالمباراة في كي نقولوا باللي شاهدنا باللي التغييرات الخطط الجهنمية اللي يحطوها يعني المدربين، شاهدنا كيفاش الشوط الأول وين نقولوا باللي وين جبل طارق ليام اللي سجل في الدقيقة السابعة، شاهدنا لاتفيا وين يقلب الموازين ويقلب المباراة وين عدل فلاديس فلاس اللي سجل هدف التعادل في الدقيقة 25، روبرتاس اللي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة في الشوط الثاني في 55، وشنا ريمونز اللي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 75، يعني مباراة اللي كانت مباراة اللي كانت شيقة، مباراة بالأهداف يعني وين شاهدنا أهداف يعني وين نقولوا باللي لاتفيا والمنتخب لاتفيا أمام المنتخب جبل طارق وين قلب عليهم الموازين، رغم أن اليوم الذي سجل مبكرا في الدقيقة السابعة لكن المنتخب لاتفيا عرف كيفاش ينقذ الموقف خاصة وين عدل النتيجة. الشوط الثاني كان أحسن بكثير وين شنا ديلي في الحراسة، شنا أيمن، شنا روي، شنا سكورت، شنا كيفاش لوي إيطان، شنا جاك ليام المسجل الهدف، شنا تاجي اللي خرج في الدقيقة 45، كيان يعني لعاب وسط ميدان، شنا ليل اللي دخل في الدقيقة 45، ريش كذلك في الدقيقة 76، المنتخب لاتفيا وين لورو بارتوس اللي في الحراسة اللي لعب دور كبير خاصة في الشوط الأول، أنطونيو يعني كاسبيل يعني أندرياسنا مارتيناسنا ألبيسنا كيفاش يعني نقولوا باللي وين خاصة الاحتياطيين هما اللي أنقذوا الموقف في الشوط الثاني يعني وين سجلوا أهداف يعني روبرتاس اللي دخل في الشوط الثاني، ريمونز كذلك اللي دخلوا الشوط الثاني وين أنقذوا الموقف وفازوا بالمباراة. هذه هي الجولة العاشرة، المنتخب جبل طارق، المنتخب لاتفيا يفوز على جبل طارق في التصفيات القارة الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.